ادي وشك، ده انا سايبهم عند الدكتور وجيت لك. يلا طيب، بس عشان مستنيينا جايبين حاجات كتير قوي. بقول لك ايه، ما فاكس المكان ده، تعالي نروح مكان تاني. ليه بس يا مودي؟ عشان انا المره اللي فاتت رجعت كنت مبهدل خالص، وانا بصراحه مش عايز اشرب. طب خلينا بس نطلع كده نظبط دماغنا ونفك شويه وبعد كده. روبي روبي معلش، رايحيني زي ما بريحك رايحيني. ممكن نروح مكان تاني؟ اوكي، هنروح فين؟ تعالي انا اقول لك. خدي حبيبتي، بالشفاء يا رب. أنا حاسة إني تعبانكي معايا قوي يا حبيبتي. أوعي تقولي كده، والنبي ربنا يخليك. هو في أعز منك عندي في حياتي؟ ربنا يديك الصحة. ربنا ما يحرمنيش منك أبداً يا رب. يا رب. عمر. ألو. أيوة يا عليا، أخبارك إيه يا حبيبتي؟ وحشتيني قوي. أنت كمان وحشتيني قوي. طمنيني، ماما عملت إيه؟ الحمد لله هي تمام وبخير. الدكتور قال لنا يعني تاخد الادويه لحد ما يحدد ميعاد القسطره. ان شاء الله هتعمل القسطره وهتبقى زي الفل يا رب. بوسيها لي والنبي عليك. في بوسك يا ماما. وانت كمان بوسي. بتبوسك. الا صحيح يا عليا، انا قابلت زياد ابن خالتك في الفندق اللي انا نازل فيه. لا بجد زياد؟ اه بس هربت منه. انت عارفه بقى انا يعني لقيته عايز يرغي وانت عارفه حواراته انا ماليش فيها. اه خلي بالك من زياد والنبي. افتحي السبيكر. حاضر ماما. سيبك من زياد، هياكل دماغك يا حبيبي، ركز انت في شغلك عشان ترجع لنا بألف سلامة. حاضر. عيوشة، عايز ارجع من السفر عليكي بتجري في الجنينة، وانا اول ما اشوفك هجري وراكي على طول. الواد ده دمه زي العسل.